بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الدكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام لاتحاد العلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اعتبر الثورات الربيع العربي احدى بركات القرآن على الأمة، وقال هذه الثورات العربية صدى لشرف القرآن الكريم بعد عقود من الظلم والفساد والبعد عن دين الله. في المقابل نضال نعيسى قال في هذه المرة يلجأ مشعوذو ودجالو الثورات الأطلسية إلى الاحتماء واللوذ بالقرآن للقول وإيهام العامة والجهل بأن وصولهم للبرلمانات هو من عند الله وهو على كل شيء قدير، وأن فوز الإسلاميين بالانتخابات الأخيرة في مصر وبعد أن بلغ بهم الصلف والغرور والمال السياسي الوهابي مبلغا هو أمر مذكور في القرآن. هذا تناقض، كيف يعني كيف تحل لنا هذه المعادلة، خاصة أنك عندك كلمة تقول القرآن ربي الناس على فقه الأولوية؟ لا بد أن يدرك الناس أنه ليس لزاما أن نسقط آيات القرآن على الواقع، ليس لزاما. نعم. ما يعرف سياسيا بالربيع العربي لا يمكن أن يكون سببه وثماره واحدة، فالدول تختلف، لكن يمكن قراءته كالتالي. قراءته كالتالي: القراءة الأولى أن الله جل وعلا جعل نعمة الملك أعظم النعم الدنيوية، قال ربنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هذه نعمة دينية. نعم. وجعلكم ملوكا فهذه نعمة دنيوية، هذا واحد. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى مضت سنته في كتابه أنه كلما عظمت النعمة على الفرد أو الأمة عظم الحساب عليها ثوابا وعقابا. ربنا يقول لنبيه إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ويقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فشرف أن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختلف. فعلى هذا شرف الحكم، نعمة الحكم نعمة عظيمة. قال في باب الثواب إمام عادل، قال في باب الثواب إمام عادل. وحذر جل وعلا في باب الطغيان أن يمكن الله أحدا من نواصي الخلق ثم يحول بينه وبين دين الله. كذلك كما خاطب الله الحكام وخاطب الملوك خاطب الله جل وعلا الناس، ثم جعلكم خلائف من بعدهم، قال بعدا لننظر كيف تعملون، وقال موسى لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وقال بعد ذلك فينظر كيف تعملون. فالقضية ليست مصروفة فقط إلى الحكام، مصروفة أيضا إلى الشعوب. لأن الله جل وعلا له سنن لا تتبدل ولا تتغير، أمهل أقواما أعواما سنين ثم سلبهم ما أتاهم، وهو جل وعلا يتولى حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، بمعنى أن الشعوب ليست بمنأً عن المساءلة الشرعية ولا منأً عن المحاسبة، ولا وهؤلاء الذين احتكموا إلى خرجوا في الشارع العربي لا لنكن صادقين لا يجمعهم شيء واحد، يجمعهم بغضهم لذلك الوالي. يعني هم اتفقوا على الهدم واختلفوا على البناء. قال شوقي لا. إن المصائب يجمعنا المصابين. فلما انتهى المصاب وهو إزالة ذلك الحاكم الذي يريد الجميع إزالته، اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم. ولو أخرجهم القرآن حقا جميعا لما اختلفوا، فأحيانا بعض علمائنا في الأمة عفى الله عنا وعنهم تجير الأمر، تجير النصر لكل إنسان لنفسه صعب جدا، هذه فتنة تضع الحليم حيران، من يراها لا يخرج منها إلا بشيء واحد، أن الله جل وعلا عظيم القدرة، وأن لا ينبغي صرف الأمر إلى أن الشارع هو الذي صنع. ولما أنا قلت هذا في بعض المواقف قال بعض الناس عفى الله عنهم الشيخ يريد أن يربي الناس على التصوف، يعني يقول لا تخرجون لا 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 الله من لوحده، هذا جهل. وأنا لا أؤمن بقضية خروج، ما لا أؤمن أصلا شرعا ديانة بقضية الاحتكام إلى الشارع. لا يمكن أن يكون في الشارع حل قضايا الأمة أيا كان الخارجون، مع إجلال لكل الشعوب العربية والمسلمة العربية والإسلامية، لكن الاحتكام لا يكون إلى الشارع أبدا، لا يكون الاحتكام إلى الشارع في أي مسألة كانت. لكن القضية الأساسية في أن الناس لابد أن ينظروا إلى الأمر بعين البصيرة في أنه كيف إذا وقع شيء بقدر الله كيف يستفيد منه، كيف يتعامل معه.